مر الكرة داخل المنطقة والتصويبة والهدف والهدف من وسام يحيى. وسام يحيى يستغل خطأ في دفاع المنتخب البيروفي ويسجل أول أهداف المباراة في 44 دقيقة من الفترة الأولى. وهذا اللي حكينا عليه، هذا اللي حكينا عليه أنه لاعب يعني ارتكاز كما نقولوا، لاعب وسط ميدان. قلنا أنه وسام يحيى كل مرة قاعد ياخذ الكرة سيستم الملاوغات، قاعد يعطي في الكرة الثمينة. شوف كيفاش ضغط الكرة عند النويوي ما تحكمش فيها، لكن يجي وسام يحيى من خلف يضغط على حامل الكرة يفتكه بتسديدة ممتازة جدا لغلط حارس المرمى. وسام يحيى بصراحة من مقابلة الجابون قدم أداء ممتاز، هو والسايحي في الخطة هذه زوج لاعبين ارتكاز أمام التراوي نفس آخر للمنتخب. هذاك علاش قلت أن الضغط العالي على حامل الكرة قادرين أن